تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخوان، بتاريخ 19 مارس 2024 افتتاحية، اللهم بارك، خروف ديال داروش، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. الدم اللي في هذا الإخوان، راه واحد مسكين طار ليه شوية القرض، ها هو دراشته، الله يدير الخير. وصله 67، 3350 درهم وصله، تبارك الله، 3350 درهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم الإخوان، أعطيكم أثمنة ديال الحولي ديال الخروف، تحياتي للجميع. الرئيس، السلام عليكم. الله يسخر، الله يكمل بالخير. الله تبارك الله. هذاك طار ليه القرن ولا؟ غير في الصار في اليوم. غير في الصار. فاش تيتجبد دابا تي. تبارك الله، شحال فاش بقات؟ خويا عطاوني 67 جملة. 67 عطاوني في هذا 100,000 ريال. هذا؟ تبارك الله. 5000 درهم تبارك الله. 3350 درهم جملة. الله يسهل الامور. خروف البكري دابا هذا. تبارك الله. خروف البكري تبارك الله ما شاء الله. الله يجيب تيسير. الله يسخر. المرقدة الإخوان أداروش تبارك الله. خير موجود الحمد لله. والسمية واش مبروكة؟ السمية كيصبح. تبارك الله ما شاء الله. الله يسخر. مازال خيرة هانية، عواش مبروكة، الله يرحم الوالدين، الله يخطيكم، الحمد لله. ياك مع الإخوان زيد أسيدي، الله يسخر، الله يكمل بالخير. المرقدة هذه منين جاية؟ تيم حضيت الدواء الإخوان، الله يسخر لهم، الله يسخر لهم. تبارك الله تيم حضيت، اللهم بارك. شحال فاش مشات؟ 62 مشات مولاها. الله يسلمك. شحال شحال؟ ها واحد 3100 درهم. الله يخطيك، الله يخطيك. شوف الحمد لله بكم ديما هيا تسوقتي انت اليوم، عطيه عاوتاني اللي ما تسوق ويا غدا. قلت لك ديما حنا اللي ما تسوقناش كان نشدوك. الله يسخر. شحال السمية هذه؟ 62 تبارك الله. شوف كذا الله يسخر، دعي مع هاد الناس هادو، الله يسخر لهم وما مشيت توكلوا على الله، يجروا العيد ان شاء الله، الله يسخركم. طنجة ان شاء الله ولا حسيمة، تحياتي الناس رياشة، الله يسخر لكم، الله يجيب تيسير عنكم، الله يسخر. تبارك الله. شحال فاش بقات الرئيس؟ السلام عليكم. هانيين بخير لاباس. شحال فاش بقات؟ 56. تبارك الله. 56 3475 درهم. تبارك الله. اللي عطاني 1000 ريال نعطيه 6. وإذا كان 1400 أنا ماشي راجل، ولا شميتها. شحال عندك تحريق؟ 60 درهم. تبارك الله. 60 درهم، 3000 درهم. ديال لانوك، وين لانوك؟ شحال قلتي لهم البيع؟ شحال تقول لهم البيع؟ لا نقرب نجوز. 64. 64. قطعم 3200 درهم. تبارك الله. 3200 درهم، شقطع عطيني 3000. الله يجيب تيسير، الله يسخر. الله يسخر. 48 و500 2400 25 2425. تبارك هذا من حروف العراق، هذا من حروف العراق، هذا من حروف العراق. هادو خروفات خوتهم. هاهي هادو خروفات. شحال هادو؟ 72 اخويا، 73. 1650 درهم. والله مليح تبارك الله. كان مليح. المرقد منين هادو منين؟ من جد الحاج. جد الحاج. 1650 خوت الخرفان تبارك الله. الله يجيب تيسير، الله يسخركم، الله يسخر. واو. شحال ابو لحم شحال؟
ستونس طبيعي هذا الوجه من الصباح هو بعثيلي الله يسخرنا الله يسخرنا ها؟ أنا لا أعرف 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 60,000 ريال الله ما بعرف الله يسخر الله يخطيك شحال بقات هذه شحال 3000 درهم 3000 درهم 60,000 مع نصر ولا؟ مع نصر الله يسخر شحال قلتي لهم البيع؟ 64 قطعة 3000 و 200 درهم سلعه متوزه الله ما بعرف صباح الله عليك هاني السميه الله يسخر شحال بقات هاد السلعه 60 لا لا يخطيك 60 في 3000 درهم هذا الاخوه راه ما معاش هذا داه السيد الغنم 4200 درهم 4200 درهم تبارك الله باش وا العياشي وا كي داير لاباس وا غبورات هادي وا سيدي موزكم غير بوحدكم موزنا بوحدنا على واه هذيك الله وا العواشر هادي ايوا وصلونا غير شويه غير شويه ايوا انت وصل دابا المعلومه عاوتاني قدم التحيه سيدي تحياتي للناس كامل تحياتي لكلشي العالم عواش مبروكه الله يرحم الوالدين الله يخطيك شحال فاش بقات هذه؟ 53000 تبارك الله 53000 تباعوا 53500 2675 درهم والله يسهل الامور الله يسخر المواليه تبارك 53500 تبارك الله السوق موجود خير تبارك الله الامور ها؟ لا ديالي تبارك الله ما شاء الله شحال الرئيس؟ عطاو 32 و 200 1610 ابيع لهاد الراجل هذا بيع له بيع له الله يربحو 1610 ما شاء الله شحال الرئيس وين؟ 32 امور 32 1600 الله يسخر شحال كسبها البيع؟ 34000 رمضان كريم رمضان كريم أمة الإسلام لا لا يخطيك الله يرحم اللهم آمين صافي الله هذه راه تتبع الله يسخر الله يسخر والبو عاش مبروكة تبارك الله عليك لا لا يخطيك الله يسهل الأمور شحال؟ 40 و 100 2010 درهم تبارك 2010 درهم كي دايره الامور كي هذيك 41 كي دايره الامور كي دايره القضيه الحمد لله هذه تبعت 41 41 تبارك الله 2050 هذه 23 خروطه 2100 1150 والله يسهل الامور لا لا خطيك اسمح لنا وهذوك هاد الخمسه هادو ماشي ديالك 2050 درهم تبارك الله باش سمعت الاخوان تبارك الله عليكم تحياتي للجميع من السوق 3 زروبي تاريخ 19/3/2024 عطيناكم بعض اثمنه الاخوان اللهم يسر تحياتي للجميع